السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. صدق او لا تصدق، إيليو سيسي راه خايف من المدرب تاعكم، ما بغاش يديبلاسي مع السنغال رواندا. قالهم لا، قالهم لازم لي سي راه تما راه في شهر راه يدرس في طريقه اللعب تاع المدرب تاعكم. اللي غادي حنا ديجا غادي نربحوا السنغال واحد 3-0. انا نقولها لكم غادي نربحوا السنغال واحد 3-0 3-0 3-1 2-1. انا نقول لكم ما غاديش نخسروا مع السنغال، ما نقولها لكم السنغال ما غاديش نخسروا معاه، خاطر كاين ناس اللي غادي يخلونا باش نربحوا في السنغال باش تولي عنده قوه. علاه داروا 2020؟ علاه داروا 2020 يا سابقي؟ نلعبوا الدوز نشوفوا شحال غادي يقعد هنا في الجزائر، تيفوت الفوط ولا تيدير بومبا باش يروح كيما دار العام اللي فات، جا حط بومبا وراح. خاطئ يقول لك خلعنا خاطئ، انا اللي بديرو دير الله يسهل عليكم. لا هذا بعد شتي كوني بيا، لا على بالنا. انا اللي بيهدر يهدر، اللي بيخرج يقول واه شو بي راه يتهم في بلاد، يا ودي شو مونفو عليكم، انا ما على باليش بيكم. ما واه شو بي راه يتهم في عليكم، هاي ودي روحوا تربحوا، ما نسمعش بيكم انا. كون جيت نسمع بيكم كاع ما نهدرش، انا نقولها لكم التالي. تا كي تشوفهم قاع يشكروا في ايغي، لا عرف شكون اللي قال لهم. تا خرج لك ديك خطره مؤمن قال لهم اجماع ايغي، خرجت شي بوليس تاع قاسما قالت لهم ايغي انسان مثقف وانسان، انا مانيش على ايغي بيبرؤوه بيقولوا قاع هما قاع ولاو قاع ولاو يخدموا في العداله، ذاك المخنث قاع ولاو يهضروا باسم العداله تبرئه ولا يقول براءه يا لكن المخنث. قال لهم انا كنت عند صاحبي خاين، قال لهم كان خاون، قال لهم جاو لابوليس، تا لابوليس يردوك، تا لابوليس تا بالصبعه تموت، تا لابوليس يردوك، انت وليت راجل ويجو لابوليس يردوك جايح، انت وجيت على لابوليس يحوسوا عليك، انت تا وجه لابوليس يحوسوا عليك، انت يحوسوا عليك غير يحوسوا عليك النساء باش يضربوك، هذا مكان، انت تخاف من هذيك الشيان بوليس تاع قاسما. تعقل كحمار، تعقل اللي قلت له انا ما نامنش ب كيسموه بمشاكره، انا لازم يولي. دارت لك فيديو، دارت لك الماكياج، قالت لك بالله فمك نجي غدوه ان شاء الله، الغدوه دار لهم فيديو، قال لهم انا اختي ونحترمها. هذيك تقول لي بالله فمك، نقول لها اختي ونحترمها، تا المنتهي جايح، تا مسعى الله غالب. وري لهم كواتك، وري لهم كواتك، وري كي خادم كواتك، وري لهم حرج روحك توري لهم ذيك اللي فيها الشرطة تاع قوس قزح، بلاكا تاع قوس قزح اللي تغلط، تتميلي بيه مليح باش توريها لهم، تاع لالمان اللي عاطينها لك لاكارت في لالمان، كيما أمير مازدا مخرجها من لالمان، كارتا هذيك مخرجها من لالمان، هذه هي. وكشف تقارير إعلامية سنغالية أن الناخب الوطني السنغالي إيليو سيسي قرر البقاء في بلده وعدم مرافقة لاعبيه إلى رواندا لحساب الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024. وحسب التقارير فإن إيليو سيسي كلف مساعدين له بتدريب المنتخب السنغالي في مواجهة رواندا. وأضافت نفس التقارير أن المدرب السنغالي إيليو سيسي يوالي عناية فائقة لمواجهة الجزائر رغم طابع الودي والذي تكتسبه مباراة إلى أنه يريد الفوز بها. وسيلعب رفقاء الدوري الجزائري رياض محرز أمام المنتخب السنغالي بعاصمة داكار يوم 12 من شهر سبتمبر القادم. يا ودي والله ما دايركم كاع حسابات، كاع مشي دايركم حسابات، والله ما جايب عليكم كاع. أنا نقولكم والله ما سامع بكم كاع، متالي كاع والله ما سامع بكم. كون تقول يقول لك انا كاع معك، شكون مع وين انت غادي نلعبو الدوز؟ يقول لكم تالي الدوز نتلاقى. انا نقول لك
هاو نقول لكم ما تخافوش يا شو بير خالد نزار الجزائر تحذر سويسرا من تدهور علاقاتها الثنائية. أنا مع خالد نزار على بالكم باش يكون على خالد نزار اللي حطم مشروع صهيوني كان مخطط من 1970. خالد نزار حطمه في 92 مشروع صهيوني حطمه خالد نزار. أنا مع خالد نزار وتحية خالد نزار، أنا نقولها لكم أنا مع خالد نزار، والله لا مع خالد نزار من بكري مع خالد نزار. توما توما خاطش علاه كاين أعداء الجزائر، كاين أعداء الجزائر كي تسيبهم يحاربوا في واحد أنا نجي معاه، أنا مع السيد توفيق، أنا مع السيد توفيق. هذو ماشي رجالة، هذو السي عبد العزيز بوتفليقة ردهم رجالة ومنا ومنا وطعم حرية وطعم من وطعم من، ولا يقولوا لفد راسك أراف داروا عليه قالوا ولا يقولوا لا نحاسبوا بوتفليقة. أنتوما تحاسبوا بوتفليقة، أنتوما أنتوما تحاسبوا بوتفليقة، طلقت أنتوما تحاسبوا بوتفليقة أنتوما إنجي. هذو يا غاسي يا عبد المجيد تبون، هذو يا عقلوا على الهراوة كسر المطرق، هذو أنا نقول كسر لهم المطرق الهول، نقول لك وانت خارج من لي براسك بيحترموك. أنا نقول لك شدي له كيما زروال، زروال كان يهز راسو يقول لهم الدولة الجزائرية، كنا في لارمي مي كان يهدر نتفرجو يقول لهم الدولة الجزائرية بهيبتها وقوتها والجيش سالين جيش جبهة التحرير الوطني الجزائرية، هذا ما يعرف كي يدير هكا جرجر جرجر للواد. تبغوا هاك ها واحد فيكم يهدر على نزار، كاش يهدر على نزار؟ اما انا واحد الناس تحية خالد نزار، تحية خالد نزار، ها واحد فيكم يهدر على زروال، ها واحد فيكم يهدر على زروال، كاش يهدر على زروال؟ تحداكم قولوها ونعاودوها. يعني انا شوف من التالي كاع انا راني مغيدد منكم صورتو مي اجلتو هذا تاع المطعم على وزير حماد فتح تحقيق فيما قاله الصادي وكيف لجنة الترشيحات ان تساوي بين ملف مكتمل ومستوفي جميع الشروط القانونية مع ملفات اخرى ناقصة وباطلة، اين العدالة في هذا؟ هذه يا خويا بالتالي لازم زعما كنقولوا بلي حقيقه هذه هي بغيت تنجحوا، هذه هي نقعدوا حنا نقعدوا كيما قلنا دوش هاك سبحان الله وما نقعدوا تقعدوا نتوما غير هاكا تشوفوا بيا سيراميكا يحكموا بزاف والله لعينا قسما بالله لعيتونا ولا نبقاو معاكم ولا صايك كل واحد يروح صايك ما نجحتوش ما خسرتو هاو بيجيبوا لنا مشاكراوت هاو بيجيبوا لنا مشاكراوت ها بزاف سبحان الله حرام لهم والله لازم لازم الحسابات خويا وما يقعدوا معاكم تموت ها ما بغيتو نتوما ماشي خدامين وما يقولوا نتبعوا فيكم ها بزاف بزاف والله لا بزاف ها
عربي رجالة. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاوعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد، واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظ